طلبت منه تطليق الزوجة الثانية وخيرته طلق، طلق ورجع تزوج الثانية في السر، الأولى آثمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن لها ما قدر لها، فهي آثمة لهذا الطلب. وهو أيضا لم يصب، بل هو شخص في جبن، لأن الزواج يعلن.